فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم، فصلوا على النبي يا اخوان صلاة الله على العتاب. فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم، فصلوا على النبي يا اخوان صلاة الله على العتاب. يدنا يدنا هدى صلاة الله على العدل، صلاة الله على العدل. على العدنان، صلاة الله على العدنان. الآن عمار يخلي عبد الله يختار الأغنية وعبد الله يغنيها. نشيد لنا حق العيد. حق العيد. أيه. تشتي يعني يشعر لأنه عيد يعني. أيه. يلا يا عبد الله. على طول. على طول. تنفذ الأوامر ما فيش مخالفة. من العيون. طيب عبد الله قبل لا تغني، يعني لو كان في شخص يعني بحياتك هذا الشخص ما ترد له أي طلب، من بيكون؟ حيرتني. ليش؟ منهم كثير يعني. يعني في شخص بحياتك مستحيل ترد له خبر. يعني السؤال لهذا الدرجة صعب. أشي عمر أنت لو كان يعني أي واحد يعني ها خلاص بدأ عمر لما تفكر ماذا أنت عمر واحد ما ترد له طلب بحياتك من مهما كان هذا الطلب. هو صديقي. من؟ أكرم السفياني. أكرم السفياني ما شاء الله تحب هذا الدرياني قوي. قوي. إذن أكرم نقول له كل سنة وهو طيب، وما شاء الله عمار يعني فضلك على أغلى الناس عندي. يعني أكثر واحد مش مجرد طلب أكرم السفياني، نقول له كل سنة وهو طيب. تسلم على عادي ده. كل عام هو بخير. من العايد إن شاء الله. من العايد إن شاء الله. عبد الله يعني أكثر واحد أحترمه وما ردلش أي طلب هو أستاذي الحبيب إيه؟ والقدير الأستاذ جميل القاضي. جميل القاضي عميد الفن اليمني. الأستاذ جميل القاضي أستاذ الناس كلهم. هذا طبعا أستاذي من يوم ما كنت صغير. يعني هو اللي أنا بدأت الإنشاد في عمر 8 سنين يعني أو 9 سنين. نعم. وهو يعني أول ما يعني بدأت هو اللي علمني وكذا ودربني، وحتى كان يخرجني مع أول ألبوم سجلته أول مرة دخل في استوديو في حياتي كان مع الأستاذ جميل في ألبوم قبل الفوات. إذن الأستاذ جميل يستاهل أنك ما تدري كل طلب. التحية والتقدير لأستاذي وحبيبي الأستاذ جميل، أتمنى لها الصحة والعافية. إذن أتمنى لها الصحة والعافية الأستاذ جميل القاضي، كل سنة وأنت طيب من العايدين والفائزين. وأكيد الأستاذ جميل هو أبو الفن في اليمن وأمين عام لجمعية المنشدين اليمنيين. تحيانا للأستاذ جميل القاضي، ونسمع الأغنية المناسبة بالعيد. إيش يعني أسمعكم تحك على الأيام؟ اضحك على الأيام. يلا We'll be right back.
على أحبابك وأهلك وأصحابك، سلم على أحبابك وأهلك وأصحابك، وكل من عاباك مبروك عليك العيد. أنا استنى يا عيد، أنا استنى يا عيد، اضحك على الأيام وبرد من الأوهام، افرح مع الأنغام افرح بهذا العيد، افرح بهذا العيد. أنا استنى يا عيد، أنا استنى يا عيد. عدوك يضحك له وإن كان عديم قل له، عدوك يضحك له وإن كان عديم قل له، ومن حنيك قل له مش وقت يا أخي عيد. أنا استنى يا عيد، أنا استنى يا عيد، حك على الأيام وبرد من الأوهام، وافرح مع الأنغام وافرح بهذا العيد، افرح بهذا العيد. أنا استنى يا عيد، أنا استنى يا مش وقت قالت قال وداح سعى للعال، مش وقت قالت قال وداح سعى للعال، وما يهم البال خلي اللي بعد العيد. أنا استنى يا عيد، أنا استنى يا عيد، ضحك على الأيام وبرد من الأوهام، وافرح مع الأنغام وافرح بهذا العيد، افرح بهذا العيد. أنا استنى يا عيد، أنا استنى يا عيد. إذن مشاهدينا الكرام، بعد أن سمعنا هذه المقطوعة الأغنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك واللي ذكرتنا بالعيد، وهي أيضا للفنان الراحل المرحوم علي بن علي الأنسي رحمة الله عليه، علي الأنسي صح؟ مشهورة هذه الأغنية، هذا عندنا نسمعها اليمنيين، هذه أول ما نسمعها ندر أنه عيد، يشعر واحد أنه عيد فعلا فعلا، يعني ظلت مرتبطة بأسمائنا عبر إذاعة صنعاء وعبر الراديو من زمان، يعني أول ما يسمع واحد هذا الأغنية يشعر أنه عيد، إنه عيد. طيب عمار، احنا معنا عبد الله، معنا فقره اسمها ركز واربح، يعني شروطها ما حد يجاوب بنعم ولا لا ولا ايوه ولا معه ولا يهز راسه ولا تهز راسك يا عبد الله وعمر. اذا ابدا مع عبد الله، عبد الله يعني اذا فزت بعطيك جائزه، يعني ايش الذي يفعل هنا؟ يعني تجاوب اجابات غير نعم ولا لا ولا ايوه، ما تهز راسك، يعني بسالك اسئله، مثلا اقول عبد الله من صنعاء القديمه تقول من صنعاء، ما تقولش ايوه، لو قلت ايوه ولا نعم ولا لا يعني تحس. طيب اذا مشاهدينا الكرام، الفنان عبد الله جعدان ما شاء الله يدرس اعلام سنه اولى صح؟ ايوه اكيد اكيد تدرس اعلام؟ لا قد بدات هالمسابقه. ايوه بدات. لا نتجاوز على عبد الله. عبد الله طيب خلاص ندي لعبد الله فرصه ونواصل معه. عبد الله قلت سنه اولى اعلام، ناوي تكون اذاعه تلفزيون ولا صحافه؟
ايش علاقة عمه؟ علاقة عمه. علاقة عمه؟ ها؟ اكيد. ليش تهز راسك؟ لا ما هزيت راسي. ما هزيت راسك؟ ها؟ هزيت راسك ولا لا؟ اكيد. اكيد. اذا عبد الله ما شاء الله بيهز راسي يعني فشل ما بالجهاز بشوف عمار يعني لو هو مركز بنعطي الجهاز لعمار. طيب عمار ما شاء الله عمار لا زال عازب صح؟ عازب. عازب؟ عازب؟ عازب. عازب. قلت لي عمار ها آمين. الله يزوجك. الله يزوجك. آمين. تحب الزواج؟ اكيد اكيد. ها ايوه اكيد مش ايوه. ماشي الله يزوجكم انتوا الاثنين. طيب يا عمار عمار كملت الدراسه ولا لسه ثانويه؟ انا صف كم الان؟ ثاني ثانوي. ها ايش ثاني ثانوي؟ ثاني ثانوي. انت بتهز راسك. ايش قلت؟ ثاني ثانوي. ثاني ثانوي يعني رسبت العام لما تاخرت؟ لا لا. عمار ما رسبش وقال لا. اذا المشاهد الكرام ايضا الاخ عمار فشل في الفقره. بنشوف من هو الشخص الذي ركز معانا وما جاوبش لا بنعم ولا لا وحصل على الجائزه. اذا المشاهد الكرام نذهب للفقره الميدانيه ركز واربح ونشوف من هو الشخص الذي ركز وحصل على الجائزه. ابقوا معنا. مشاهدي الكرام حياكم الله الى فقره ركز واربح. معنا هنا الاخت. تعرف عليك اسم الكريم؟ انصاف مثنى. انصاف. انصاف مثنى ماجستير علم نفس. انصاف مثنى تدرس ماجستير علم نفس. يا انصاف الفقره هذه ما تجاوبش بنعم ولا لا ولا ايوه ولا ما وما تهزي راسك. لو ركزتي معنا وديتي اجابه ثانيه بعطيكش الجائزه. اوكي ان شاء الله. اتفقنا؟ اذا مع عدد الاسئله مفتوحه. طيب يا اخت انصاف انت دي ماجستير صح؟ ماجستير علم نفس. علم نفس. علم نفس في جامعة صنعاء ولا جامعة صنعاء كلية التربية. تدرسي الآن؟ أدرس في مدرسة السعيد. مدرسة السعيد؟ الأهلية. الأهلية؟ الأهلية في صنعاء. في صنعاء بس تدرسي في جامعة صنعاء؟ في جامعة صنعاء كلية التربية. ماجستير؟ ماجستير علم نفس. علم نفس. علم نفس في كلية التربية. ما تهزي راسك. ركزي بنتي معلش انتي مركزة بس راسك بتهزي. لو جيتي تهزي راسك ما تهزيش الجائزة. طيب يا انصاف متزوجة ولا عازبة؟ عازبة. انصاف. انصاف عازبة. انصاف كسر الالف. انصاف. نعم نعم. الاخت انصاف ما ركزت لكن نقول لك كل سنه وانت طيبه. اذا حياكم الله مشاهدينا الكرام الى فقره ركز واربح. هذه الفقره مسارها انه ما تجاوبش بنعم ولا لا ولا ايوه ولا معه وما تهز راسك لا يمين ولا يسار. اذا معنا الاخ. تعرف عليك؟ صالح عبد الله محمد عباء. يا مرحبا يا اخ صالح. اخ صالح يعني كما يعني شرحت لك مسار المسابقه ما تجاوبش بنعم ولا لا ولا اي ولا ما وما تنزلش راسك وبعطيك عليها جائزه. اتفقنا؟ ان شاء الله. اذا كلام جميل. يلا يا صالح انت من ابين؟ ايوه ايوه من بدايتها. ايوه بتجاوز على صالح مش مشكله. مش مشكله يا صالح. يعني لازم اقول من ابين ما اقولش ايوه. ما تقولش ايوه ولا لا ولا ايوه ما تنزلش راسك. يلا 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 نتجاوز على الاخ صالح ونواصل معك. طيب يا صالح مزوج؟ مزوج. كم معك اولاد؟ بنت. بنت بس؟ بس عادي. ما لا بنت. بنت؟ ايوه ايوه. عيدكم مبارك مشاهدينا الكرام. لازلنا نبحث عن الشخص المركز الذي لا يجاوب لا بنعم ولا لا ولا ايوه ولا ما يهز راسه. اللي بيتعدى هذه الاسئله ان شاء الله يحصل على جائزه. معنا انا الاخ. تعرف عليك؟ بكيل عبد السلام الشرعبي. بكيل الشرعبي. عرفت مسار المسابقه صح؟ صح عرفت. عرفت ما تجاوبش بنعم ولا لا ولا اي ولا ماءه وما تهز راسك. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا اسمك الكريم؟ بكيل عبد السلام الشرعبي. بكيل الشرعبي من تعز صح؟ صح صح. ها؟ صح صح. من تعز من شرعب؟ صح. شرعبي؟ شرعبي. تأكد؟ تأكد. شرعبي من تعز وهو عسكري بالفرقة صح؟ بالحرس الجمهوري منضم للفرقة. من المنضمين؟ من المنضمين. انضميت أول الثورة؟ أول الثورة. وكنت كم كان معك كان معك زملاء كثير؟ 50 نفر انضمينا احنا. 50 بس؟ 50 بس. بس. ها؟ 50. طيب يا اخ امين. امين الشرعبي؟ بكيل الشرعبي. انا بنخبط صح؟ يمكن ناقص نوم. ناقص نوم؟ ها؟ انا ناقص نوم؟ ناقص نوم ولا لا؟ ناقص ناقص. الاخ امين صح؟ بكيل. والله بنخبط صح؟ صح. بنخبط؟ الاخ بكيل ما شاء الله عليه من ابناء شرعب وهو من ابناء القوات المسلحه من الحرس الجمهوري كان من اوائل المنضمين للثوره صح؟ صح. ها؟ صح.
صح مكانه صح مش راضي يقول لي يا ايه ولا ما ها صح كلها صح مزوج لا لا طيب نتعرف على اسمك الكريم اسمي انا محمد سالم محمد سالم ايوه ايوه العم محمد وش ركز يمكن ما قد استوعب ايش اللعبه ما تجاوبش بنعم ولا لا تمام ولا اي ولا ما تهز راسك يلا يا عم محمد من فينك انت من فين انا اقول لك من الحبشه من مولد الحبشه من الحبشه ايوه ايوه شكرا لك وسلام طيب يا عم محمد شكرا لك وانت خير ان شاء الله لازلنا مشاهدي الكرام نبحث عن الشخص المركز الذي سيجاوب اجابات غير نعم ولا لا وما يهز راسه وبيحصل على جائزه نتعرف على اسمك الكريم عبد الله سفيان عبد الله سفيان من فين من المحويشت تدرس اعلام ادرس على سنه كم ثالثه ها ما شاء الله عبد الله من المحويت صح المحويت المحويت من المحويت يا سلام من المحويت يدرس سنه ثالثه علاقه عامه صح اذاعه وتلفزيون اذاعه وتلفزيون اذاعه وتلفزيون وتلفزيون كلام علي صح اسمك ولا انا مش مركز عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله من المحويت ما شاء الله عليه عبد الله حتى الان مركز ان شاء الله يحصل على جائزة طيب يا عبد الله مزوج ولا عندك خاطب 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 لك سنة من يوم خطبت خمسة شهور فقط خمسة شهور الأخ عبد الله مركز شكله بياخذ الجائزة طيب يا عبد الله ايش اصعب المواد التي يعني بتواجهك في في الاعلام يعني اصعب مادة ولا ما فيش مادة صعبة الانجليزي قليل يعني رسبت فيها نجحت كيف تقول صعبة رسبت؟ مقبول ها؟ مقبول حسيت راسك بس تتجاوز عليك آخر مرة لك طيب الأخ عبد الله جاء في الإنجليزي مقبول لكن في مادة مناهج بحث 50 صح؟ امتياز 97 في مناهج بحث 97 تعرف الدكتور محمد جمال؟ أحمد العجل العجل تعرفه؟ أحمد العجل هو كان عميد الكلية صح؟ عميد الكلية عدو عميد الآن عبد الرحمن الشامي والعقل خلاص رحل ها مالك يلا واصل لا تستحي رحل أيوة كنت تحب العقل صح العقل من بلادك من المحويت من المحويت لا تجي راسك يا عبد الله عبد الله مركز يستحق الجائزة زين نسأله ثلاث أسئلة لو عداها بنعطيها الجائزة. عبد الله ما شاء الله قال من المحويت وكانت أصعب مادة الإنجليزي وفي مناهج بحث 97 صح؟ 97 ولسه عاد وعازب ما قد تزوج؟ خاطب تحب خطيبتك؟ كثير يحب خطيبته ويستاهل عبد الله فعلا ركز عبد الله ما شاء الله عليه وتعدل ويستاهل جائزة هذه الفقرة ركز واربح يا 10,000 ريال مقدم من قناة يمن شباب المحاسب المالي لسمر عبد السلام جائزة هذه الفقرة يا 10,000 ريال في ركز واربح للأخ عبد الله صالح سفيان من حافظة المحويت ساكن في صنعاء عبد الله سفيان من المحويت يسكن في صنعاء ولأنه يحب خطيبته يستاهل 10,000 ريال ألف مبروك عليك يا عبد الله يستاهل حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد وما زلنا معكم في هذه الأمسية الجميلة بجمال الفنانين الرائعين عبد الله وعمار جعدان إذا نقول مبروك يا عمار ويا عبد الله للجائز للفائز الذي أخذ الجائزة وركز شفتوا كان مركز مش يسع ما قوي ها ما يعني يستاهل الجائزة إذا يستاهل ونعود إلى نجمين الرائعين وصلنا إلى ختام الحلقة وختام البرنامج عمار عمل يتمني يعمله ايش عمل فني يعني ان شاء الله هو فيديو كليب فيديو كليب كنت صورت لكن ان شاء الله ايش هذا الكليب عن ايش وايش الاغنيه والكلمات حمدي لربي روحانيه كلمات من
كلمات دهق الظبياني. يا سلام مشاعر الكبير دهق الظبياني، نحيي نقول له كل سنه وهو طيب. كل سنه وطيب من العايدين ان شاء الله. ما شاء الله الاستاذ دهق الظبياني الفتره الاخيره اصبحت قصائد كثيره تغنى بين الفنانين. مبدع جدا. نحيي نقول له كل سنه وهو طيب. ايضا عبد الله لو كان عمل يحب يعمل عبد الله ويتمنى يعمله مع من؟ يعني لو كان هناك فنان تتمنى عبد الله يشتغل هو الفنان هذا عمل معين سواء ديوتو سواء عمل فني؟ والله يعني كثير مش واحد. يعني في منهم الأستاذ أمين حميم. الأستاذ أمين حميم. الأستاذ. أنت شاركت مع الأستاذ أمين حميم في أغنية صفحة جديدة صح؟ أكيد. أيش المقطع اللي أنت غنيته؟ اللي هي صفحة جديدة اللي هي. أيوة. نبتديها صفحة صفحة جديدة. نسمع كلمة كلمة. على مسار التغيير يا بكرة دون صفحة. الخير من العمل والتطوير المرأة فيها تأثير على حلك التغيير يا بنت لابد تدون صفحة لابد من دون صفحة إن شاء الله تكون هذه نبتديها صفحة جديدة. إذا نبتديها صفحة جديدة إن شاء الله ونختم بهذا الأغنية أغنية صفحة جديدة التي من خلال هذا العمل حاولوا الفنانين من خلال أن يصلوا رسالة بأن يبدأ اليمنيون صفحة جديدة بعد هذه الثورة وأن تتآلف القلوب ويجعل الوطن هو الهدف الأساس الذي يربطنا جميعا وتكون النقطة التي يجتمع عندك فوق كل شيء بعيد عن الأحقاد بعيد عن الطائفي بعيد عن الحزبية. إذا نتمنى بأن اليمنيين كلهم يكونوا على قلب رجل واحد ويكون يمن جديد بإذن الله يسودها المحبة والإخاء إن شاء الله. إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام الحلقة وختام هذا البرنامج. عبد الله لو كان لك كلمة أخيرة في هذا البرنامج لمن توجه أو عيدية أو رسالة تفضل. أحب أعيد على كل الشعب اليمني وأقول له كل عام أنتم بخير ومن العايدين إن شاء الله وينعاد علينا وعليكم بالعافية إن شاء الله. واحب اوجه يعني اهني كل الاهل والاصدقاء والاحباب ولا زوجتي الحبيبه والدي ووالدتي الحبيبين. شكرا لك عبد الله. تسلم يا عبد الله وتسلم على حضورك وتشريفك لنا في البرنامج وحقيقه كانت امسي جميله بحضورك وحضور عمار. عمار كلمتك او رساله الاخيره او عيديه لو انت تحب توجهها تفضل. الله يعيد على شعبنا اليمني باكمله نقول لهم كل عام وهم بخير ان شاء الله. وأحب أعيد على أبي وأمي وأخواني أخواتي إن شاء الله. وإحنا نعيد وهو كل عام وأنت بخير. وإحنا نعيد على كل أبناء الشعب اليمني في الداخل وفي الخارج المغتربين خارج الوطن وأيضا اللي في الوطن نقول كل عام وأنتم بألف خير وعساكم من عواده. مشاهدين الكرام في ختام هذه الأمسية الجميلة والرائعة اسمحوا لي أتقدم بالشكر للفنان عمار وعبد الله جعدان الذي أحيوا لنا هذه السهرة الجميلة كما أيضا تحيانا للعازف فهد العزي المايسترو المايسترو مايسترو يستحق والله مايسترو على عيني وأيضا للفنان عبد الكافي خالد وأيضا معتصم الجباري كما هي لكم أيضا مشاهدي الكرام ولطاقم التصوير وللمخرج الأستاذ عدنان الورافي وأيضا الشباب المرابطين هنا في هذه الأيام الجميلة. غدا بإذن الله حلقة جديدة وفنان جديد وأمسية رائعة بجمال روعتكم أنتم. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ونختم هذا البرنامج بأغنية ختامية للأخ عبد الله والأخ عمار أستودعكم الله. هيا يا ثاني الروح تخلك من الروح سيدي يا ثاني الروح تخلك من الروح كل من حب معانا وما قال مجروح سيدي يا ثاني الروح كل من حب معانا وما قال مجروح سيدي يا ثاني الروح سيدي يا ثاني الروح تخلك من الروح سيدي يا ثاني الروح تخلك من الروح كل من حب معانا وما قال سيدي يا ثاني الروح كل من حب معانا وما قال مجروح سيدي يا ثاني الروح هي الله ايوه الله
الروح وابتسامه لها روح كلمة حلوة من الروح وابتسامه لها روح انت دور على روح تلاقي في الروح انت دور على روح تلاقي في الروح سيد يا سالي الروح بخلك من الروح سيد يا سالي الروح بخلك من الروح كل من حب معانا وما قال مجروح سيد يا سالي الروح كل من حب معانا وما قال مجروح سيد يا سالي الروح خلي راح لا يمله وينسى من لقى خلي راح لا يمله وينسى على روحك لاقي حال ويجازيك محبوبك بعالقول مسموح سيد يا سالي الروح بخلك من الروح سيد يا سالي الروح بخلك من الروح كل من حب معانا وما قال مجروح سيد يا سالي الروح كل من حب معانا وما قال مجروح سيد يا سالي الروح الله